يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذا بيان فضل الصوم، وأنه سبب لدخول الجنة، وأنه سبب للإكرام، ليس فقط الدخول بل الدخول مع الإكرام. لأن قد تدخل أنت الآن، لو قيل لك ادخل هذا المسجد الحرام، ادخل بيت الله الحرام من أوسع أبوابه، وخلي لك هذا الباب حتى تدخل منه منفردا، الآن هذا دخول إلى المسجد، هذه فضيلة وإكرام في صفة الدخول، أليس كذلك؟ فجمع لك فضيلتين، أنك دخلت مكرما. وهذا ما يدركه الصائمون، أنهم يدخلون الجنة على وجه يكرمون فيه، بأن يخصوا بباب ينفردون فيه عن غيرهم، ولا ويميزون به عن سائر العاملين. وهذا يدل على عظيم الفضل وكبير الأجر الذي يناله الصائمون.